انا عايزه ابتدي معاكم ان احنا النهارده مسميين حاطين عنوان للحلقه الاهلي والفولت العالي. عايزينكم تحطوا مسمى كده للي حصل امبارح. ابدا انت يا استاذ سامح بالمسمى. ابدا انا في البدايه مبسوط اني موجود النهارده مع الحريفه على مستوى الاداء وعلى المستوى المهني وعلى مستوى الشاشه. الله يخليك. حقيقه مع اميره ومع هند. الله يخليك. لكن امبارح انا كنت عامل لقطه حلوه كده مسميها ليله الفولت العالي. هي امبارح كان خدت منشط عندي حتى في الجورنال ليله الفولت العالي امبارح. محمود عبد المنعم كهربا امبارح رد على الكل. صحيح. رد على المنتقدين، رد على المشككين، رد على كل اللي قال ان محمود عبد المنعم كهربا بطل كوره. كهربا روح اعتزل، يا ترى لو اعتزل هيروح فين؟ يا ترى مين اللي هيدفع له الغرامه؟ يا ترى الاهلي هيساعده ولا لا؟ قصص وحواديت ومواويل سمعناها عن كهربا. هو سكت تماما، وانا احترمت ده في كهربا، احترمته جدا الفتره اللي فاتت، التزم الصمت تماما. يمكن ليله مباراه سموحه قبلها ب 24 ساعه كتب لودينج وعمل صوره ليه، انا قلت خلاص هو نازل المباراه، وكانت مصادرنا بتؤكد ان خلاص الخطاب وصل وفيفا قال العب يا كهربا، والاهلي ما بيهزرش. الاهلي مش هيشارك كهربا وهو عنده ازمه في اي لائحه، الاهلي عنده اسطول من الاستشاريين القانونيين، فمن الطبيعي ان اول ما يجي الضوء الاخضر العب يا كهربا. هو الولد كتب لودينج على طول ونزل ما هزرش. امبارح كان التوفيق كان معاه، ربنا سبحانه وتعالى كان معاه بشكل غير طبيعي امبارح. التوفيق، الحظ، المجهود، التعب، العرق، كل الجمل التكتيكيه اللي حصلت امبارح في اول خمس ست دقائق. انا قلت لهم قبل المباراه، يمكن زمايلنا واحنا قاعدين بنتكلم هل كهربا هيعمل ايه النهارده، وبيسالوني قلت لهم النهارده الولد الشقي عنده فرصه ان هو يرجع من تاني. لو رجع محمود كهربا من تاني هيكسر الدنيا، لان كولر محتاج في امس الحاجه لراس حربه سوبر. الراجل بيعاني، شايف ان انا محتاج راس حربه سوبر. محمد شريف بيحاول ان هو يعيد توازنه. حسام حسن راح لسموحه، كامل التوفيق طبعا. ايضا شادي حسين لسه بيدخل في فورمه النادي الاهلي وعايز يبقى ليه اسم وعايز يبقى ليه كيان. فلما يرجع واحد زي كهربا، هذا النجم السوبر اللي بيحاول ان هو يرجع تاني يكون نجم الشباك. طبعا الكلام ده مش سهل يا جماعه، مش سهل خالص. سهل طبعا مش سهل، بالضغوطات اللي كان بيتعرض لها. الجمل اللي يمكن اللي انت بتقولها، كهربا هيبطل، كهربا كهربا، ان انت اصلا تتحط تحت الاسباط الفتره دي. يمكن كمان تهاجم وتقال ده مش ملتزم، مع انه كان ملتزم وبيروح التمرين. فطبعا مش سهل ان احنا نشوفه من اول دقيقه بيلعب بالروح دي، كانه هو امبارح كان. لا، انت قلت جمله كانت ممتازه جدا قبل ما ندخل الهوا، انك قلتي ان كولر امبارح كان جريء. هو بالفعل طبعاً. هذا المشروع السويسري اللي تواجد في النادي الاهلي عشان يكمل ما بداه فايلر. لو قلنا كده، فايلر كان تجربه محترمه مع الاهلي. هذا المدير الفني امبارح راهن على كهربا، وكان جريء جدا في اختياره الكهربا، ان هو بيعاند كافه المشككين، بيرد على كافه المنتقدين، ان هذا النجم سوبر وهيؤدي وهيفيدني. وهو كولر نفسه في مهاجم سوبر. مظبوط. حتى على مستوى الصفقات نفسه ان هو يعني العنوان كان ليلة الفولت العالي. ليلة الفولت العالي.